التهاب الكبد الفيروسي واحد من أخطر المشاكل الصحية في العالم، حيث يتسبب المرض في إصابة الكبد بأمراض خطيرة ومزمنة بتموت 1.5 مليون شخص سنويا حول العالم، وتقدر نسبة المصابين في مصر حوالي 7%، وعشرات الآلاف بتموت بسبب المضاعفات. بس الحمد لله نسب الشفاء عالية جدا، والدولة بتوفر الدواء للمصابين. الأعراض: معظم المصابين ما بيكونش عندهم أعراض واضحة تدل على فيروس سي، ولكن ممكن تكون الأعراض دي دليل على وجود فيروس سي، زي الإعياء وارتفاع درجة الحرارة، اصفرار الجلد والعينين، فقدان للشهية، ألم العضلات والمفاصل، ألم المعدة، الانتقال، نقل الدم الحامل للفيروس، الحقن الملوثة، استعمال أدوات العناية الشخصية لشخص مصاب زي موس الحلاقة أو فرشة الأسنان، الأم الحامل المصابة ممكن تنقله للجنين، الوقاية، عمل التحاليل الدورية عشان نقدر نتعرف على وجود الفيروس، عدم استعمال أدوات العناية الشخصية لشخص مصاب، استعمال السرنجات لمرة واحدة بس. مصر دلوقتي بتعمل حملة مكثفة للقضاء على فيروس سي، ومعامل سيتي بتقدم تحليل صورة دم كاملة، وظيفة كبد، وسكر عشوائي ب100 جنيه، ومعاهم تحليل فيروس سي مجانا. ساهم معانا في القضاء على فيروس سي، وإن شاء الله نشوف مصر خالية من فيروس سي سنة 2020. لو لسه ما عملتش التحليل، روح أقرب فرع ليك واعمله، وشير الفيديو، لأنك ممكن تكون سبب في شفاء شخص مصاب. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم.